إنجازاتي اللي هي إن كان عندي 550 طالبة خرجتهم خلال السنوات اللي طافوا، معناته أنا متعاونة جدا. لها كل الدعم منا، كل الدعم اللي تبغي، على أساس إن هي تركز لنا شوية على الاثنين. شيخ سعيد بن طحنون، أهلا وسهلا فيك في قناة حواس، ونحن اليوم نغطي فعالية تختص بالجمال يقوم فيها الاتحاد العالمي الأكاديمي للتجميل والتزيين وأنت راعيها. ماذا تقول عن هذه الفعالية وعن الجمال بالتحديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أحب أولا أن أشكركم على حرصكم وتواجدكم معنا في هذه الأمسية الطيبة الجميلة، وأشكر جميع القائمين على القناة. وطبعا هذه أمسية كانت جميلة، وطبعا إن الله جميل ويحب الجمال، فكل يحب، أنا واحد أحب الجميل صراحة. لاحظنا في حضور إعلامي وحضور من السوشيال ميديا ونجوم ولاعبي كورة ومشاهير، يعني كيف استقطاب هؤلاء في مدينة العين الحبيبة على قلبك؟ يعني احنا كفاية يحضركم أنتم. نعم والله، يعني كفاية حضوركم أنتم، هذا شيء يعني يسعدني ويفرحني والله. الفرح واضح على وجهك ومبين قديشك أنت فخور بما فعلته الليلة، كيف ستتكرر هذه الفعاليات؟ إن شاء الله نحن اتفقنا مع رئيسة الاتحاد أن نحن إن شاء الله حنكررها إن شاء الله، وخصوصا في مدينة العين. الشيخ سعيد بن طحنون عليان، وحبك تكون حبيبتي.